السلام عليكم المشاهدين، وتحية لكم كبيرة. متابعو مزارة ولا نعيمة، مازال يعطيكم الجديد ان شاء الله. سلام وليداتي، كي درتو لاباس عليكم؟ العواش المبروكين، كي بقيتو مع الصحيحة؟ وهاد الوصيفة اللي غنعطيوكم اليوم دجيجة تكون بلدية. حنا هادي راه ما بلديةش باش ما نكذبو شي، راه رومية، ولكن هي في الخدمة تكون بلدية، اللي بغا يديرها تكون بلدية، ماشي عتسوقة تكون عتسوقة وهي بلدية. وغتهضر المهمة باش نكمل. تحية لكم المشاهدين، لا غدا لكم وليداتي، الله يكون منكم. هانتوما غتشوفوا هاد الشيء اللي كنا كنديروه على المرأة اللي كتكون ضاربها البرد وكتبغي تولد. هانتوما غتشوفوا هاد الشيء إن شاء الله اللي غادي نبداوه، الله يكمل علينا وعليكم بالخير. هادي القنيصة والكبيدة ديال ديك الدجاجة، هاهي فين هي؟ هاهي هادي الكبيدة، هي مقرطة شوية بالعدنوس. هانتوما كتشوفوا على عينيكم. هضر امي شويه مجد، ما عندكش الميكروفون باش المشاهدين يعرفوا كيف كتقول. الله يرضي عليكم ابناتي اولادي، انتم كتشوفونا اش كنخدموا. هادشي اللي كنا كنديروا بكري للمراه اللي كيكون ضاربها البرد وكتبغي تولد، حنا كنديروا يدينا على الله والكم على مولاي الكريم. ها انتم، وهذا هو فلي، ها هو شحال غندير امي؟ ها ديري ها هو فليو، راه منقي امي. المشاهدين سمعوك شنو كتقولي؟ هذاك فليو، فليو سخون، ها هو هذا البزار. انا غندير بسم الله ها البزار. هضر امي مجهد المشاهدين باش يسمعوك. ها البزار، ها سكين جبير. هز امي التبصيل عندك. ها سكين جبير المليحة ديال القياس، أري الملحة، تكتر شي بزاف، ديرها مش بالخرقوم باش يلول لك داك ها الخرقوم، هانت ولدي ها الخرقوم، ها فليو، ها فليو سي زهير، ها فليو. ها فليو صافي عليك، صافي. ها هادي اللي فيها الكوزة وفيها العشوب اللي كنقولو له انت المقلب ديال النفيسة ديال المرأة اللي كنبغيو نديرو لها تكون تولد. ها هي فين راه؟ كتاخدها من عند العشاب. من عند العشاب. شنو سميتها؟ ذنوب عليك، كتعطيه قياس 1000 ريال ولا 500 ريال ولا 1000 ريال. شنو سميتها؟ راه ذنوب النفيسة عليك ديال هاد المرأة اللي بغات تولد. العشوب، ها هي فين راه؟ العشوب راس الحانوت، ها هي، ها هي، ها هي فين راه؟ أري شوية ديال الزبيب، حلاوة، ها هي فين راه؟ بسم الله، ها انتوما ولادي، يا بناتي، إلا بغيتي تشريو ها انتوما، ها انتوما كتشوف، وغادي ليه كلهم من قليل، ها هو، صافي، كاين الله، حنا درنا هاد البركة، حنا كنطلبو سيدي ربي يكمل ما باغي، آمين، حنا غايدينا غا سبب، آمين، حنا كنديرو هادشي الله يكمل على المسلمين باش بغاو، آمين، انتوما كتشوف، أولادي، بسم الله هاد زويت. ها حنا غنلونو، ها حنا، ها حنا داك الدواء كلو كيتلون، الدواء الله، ندي رسول الله، اللي علينا درناه، اللي على ربي يرضى بيه، ها هو، ما بقات لا حاجة، ها أنت، ها أنتوما وليداتي، ها أنتوما بنياتي، هي هادي راس الحانوت، راس الحانوت الكبيرة، الكبيرة كتجي من عند عشاب وديال الوالدات، هاي. راس حانوت ديال الوالدات، ها هي، هانتوما كتشوفونا، صافي، دابا إن شاء الله حنا غنعمرو الدجيجة، ونخيطوها بالعويدات، اللي كنجيبوهم من واحد الجهة، وعاد نديروها تفور، هاي، ها هي، ها
هانتوما ولادي هانتوما هانتوما. كتعمريها من الداخل؟ ديريها في الوسط ها هانتوما. ديري في الوسط عمريها في الوسط تالت تالي وحكي. هادشي راه كيجي من عند العشاب. هاد العطرية د العشاب ايوا داكشي الكمال على الله. كمال على الله. كمال على سيدي ربي. هادشي الكمال على الله. حنا كنا كنسمعو غير من والدينا. ايوا كي كدير امي قولي للمشاهدين كي غيديروا ياكلوها وكي غيديروا حلوها وحيدوا لها العويدات جمعي داك الشيء باقي حطوها ياكلوها وغطيب على خاطرها وحيدوا دوك العويدات زيد امي هاد الشويه طاح وغادي كلشي غيبان لهم شنو لداخل. ها انتم عمرناها بكويداتها. ها انت هو دابا غدير لها العواد. ايه بحال اللي كتخيطوها. اه بحال اللي كتخيطها انت. بكري كنا كنخيطوها. اه هاك دابا ولاو العواد كيتشريو. كنا كنصاوبوها. تا تصاوبي عاد حكيها تا تصاوب. هاك ها العويدات باش غنديروهم. هاهم هاهم ها ولادي ها انتم باش ما تخرجش. ها انتم ما تخرجش ديك العمارة اللي عمرت. اه اييه انت هما راهم عارفين تبارك الله يديروا لها باش ما تخرجش. اييه انت واخا ديروها طيب ما غتخافوش عليها. اه سيلي ثلاثة وربعة كتسلي الواحد. دابا غنديروها هنا صفور. هذه هي الدجيجه اللي درناها بالعشوب دارتها الوالده بالعشوب. انا ما كنعرفش هذا الشيء باش ما نكذبش على شي واحد. والوالده هي اللي فايته كديرها. انا غنديرها لكم هنا باش طيب لنا دغيا. درناها في البرمه غتعطل. ها انت هما ها انت زوي هادي غندير عليها هادي هكا هكا باش كتبقى عالية على الماء. باش كتبقى عالية على الماء. هاد الدجاجة ما عقدتيهاش أمي مرجليها. لا ما تعقد حيت غدار في الكسكاس. لا واخا دير ستعقد. غنديرو لها هكا هكا كيما شفتو معايا هكا. وغن واحد الشطيط حداك هاي وغنديروا لها هاك باش ما غتعطلش هي علينا باش دابا وهي ان شاء الله طابت ان شاء الله يا رب. هذه هي العتسوقه ديال البرد. الله يتخر. وداك الشيء كيبقى الله تعالى وتبارك. الله يتخر. دعي معنا سي زوجير. الله يتخر. اللهم امين يا رب. الله يتخر واللي في قلبه شي حاجه الله يعطيها لك. امين. دابا هذه هي العتسوقه ديال العشوب. شعلها بنتي البوطه يا وليداتي. ها حنا ردينا الدجيجه كطيب وهانتوما شفتوا العطريه باش درناها ورحنا دابا رديناها كطيب. دابا غادي نمسدو لذاك الخلق اللي غنمسدو له ذاك بنادم. دابا ها حنا كنقولوا بسم الله ونترجاو الله. وعلاش كنا الله دينا بالله؟ ها حنا قلنا بسم الله ورجاو الله. وجات ديك السيده بيناتي وهزيت لها حويجاتها ونعستها وكنقولوا بسم الله عليك يا ربي. نقولوا بسم الله كنسدو لها كريشتها ونديكوها ونعاودوها ونهدو لها الكريشه هكا هكا نديرو لها هذا هكا ونسدوها ونديكو لها كريشة ونوليو نقلبوها ونخليو لها لا يدين ولا ظهر
ولا رجلين وصويقاتها وكتيفاتها، ونولي نقلبوا ليك المراه، نولي عاود نحضنوا لها كريشتها هكا هكا، نحضنوها ونكرفوها ونوضوا نعسوها بيدين الله. حنا غا سبب كرفوها هكا وحبابها دايرين بينا، ما فيها لا كذوب ولا جرة. ها انتوما ها انتوما وليداتي كتشوفوا، ها انتوما هكا، ونوليو نفدوها نرقدوها نغربروها ندفيوها مزيان، نكرفو لها رويسها مزيان، نعسوها في بلايصها وتريح شويه، ونحطو لها ديك البركه ديك الدجاجه اللي طيبنا لها بلديه. والوقيته لاله اللي كتجي تسمت فيها الصباح بكرين بلا فطور بلا والو، مسدنا لها هذا النهار، وكلات داكشي اللي كتب لها علاش قدت، وديك الدجاجه غتاكلها بوحدي تبع شوبها باش ما عطاها الله حتى هي تملها وتقنع منها. هي اللي معاها اللي بغى يكمل داك الشيء يكملو، اللي بغى تبرر راسو من ديك الساعة. وديك الساعة غنولي عاوتاني لا غدا الصباح عاود بلا فطور، نمشي عند ديك الخلقة عاوتاني ونكملها ثلاث أيام ديالها. ثلاث أيام ديال المسير، ثلاث أيام ديالها، والله يحاسبني، ثلاث أيام ديالها بيدين الله. كنحطو لها كيكون ضاربها البرد، وكتسخن في ديك الرحيبة ديالها، مغطية دوك الملايات دياولها، وحداها كوداتها ديالها، وماكلتها بوحديتها حتى كتكمل ديك الدجيجة ديالها. عاود لا غدا إن شاء الله كمل ثلاث أيام، فاهمة راسي، غنجي راسي عاوتاني ندير البركة لديك الخلقة اللي دارت قينها في الله، ونولي عاوتاني نسدلها هاكا ونسدولها، ونولي عاوتاني نغطيوها نمشي في حالات أرجع في الله. كلشي ديال تيدي ربي، هادشي اللي كاين ما كاين لها هادي، بغى الله راها على شهرها سيدي ربي كيحن عليها، غادي غتسخن مع ديك العشوب مع داكشي اللي دايرين مع داك الغطا مع داكشي اللي درنا، ربي كيكمل وكنسعاو الله. حنا كنطلبوا الله، وهذا هو المشاهدين، هي راه وراتكم كتمسد، سمحوا لي باش نفسلكم مزيان، كتمسد المراه. سمحوا لي وليداتي، امكم زهره مراه كبيره، ما ربنا الهضره ديالها ما غير ما تفسلكمش، وما هي راه قالت لكم كلشي. هاد المراه فاش كتكون بلا فطور كتمسد مزيان من كرشها، المسيد ديال الصح ماشي دوز يديك ولا، وكتهز لها الكرش من تحت وكتحزم، وعاد تاكل ديك الدجاجه تسخن وتاكل منها دوك العشيبات اللي لداخل. عاوتاني غدا تجي ديك المراه اللي مسدت لها، عاود تمسد لها، عاود بعد غدا تمرج ليها من هنا صيقانها من اللور كيتمسدو، حتى من ظهرها من هنا كيتمسد. المهم هي كتبقى ديك 3 ايام غير كتمسد ومغطيه بالملايات وسخونه حتى كتكمل دوك العشيبات. هادشي حالات البرد، حالات شي حاجه، اما الحاجه اللي ما كتكونش بالاذن الله راه واخا يدير الانسان اللي دار، ولكن الحاجه اللي فيها البرد هادشي راه كيديروا المهمه وكديروا اي وحده اللي فيهم هاد البركه ديال المسيد، كيخرجوا يولدوا الناس وكيفرحوا. واللي كتكون عندها شي امر طبي ولا شي امور غارقه بزاف، راه هذاك الشيء كيقاد عليه غير الله. وهذا الشيء اللي قالت لكم الوالده راه ديال البرد، الا كان مشكل ديال البرد راه بحال اللي كتكذبي، كديري هادشي بحال سبيات الله، المراه كتخرج تولد في ساعتها، كان ماشي مشكل البرد كيبقى داك الشيء باذن سيدي ربي. والسلام عليكم، سمحوا لنا وحنا دابا غنعطيوكم دجيجه اللي درنا اللي عمرت امي بالعشوب وفليو، راكم كيما شفتوها في الاول اخواتاتنا، هي هذه الدجيجه راه طابت، ها هي هانتم، هذه هي الدجاجه اللي كنعطيو للنفيسه اللي كيكون عندها حزام ليه، كيكون عندها مشكل ديال البرد مع المسيد، ماشي المسيد، المسيد المسيد, المسيد والخدمه مزيان، ماشي كتسمعوها كتقول المسيد غديري هكا صافي، لا، الكرش كتكون قاصحه كتولي بحال ميكا، قوت ما كتخدم بالزيت البلديه والسخونيه، ومن الله رجليها الله راني من هنا من الغرض رجلها من الله وكتافها، وثلاث ايام قبل الفطور. هذه هي الوصفه اللي ديال البرد اللي بغات تولد، وكيحلها ربي البيبان، وتيكون داك البرد كيحيد، ولاني مشكل كما قلت لكم واحد اخر ما كيقدرش شي واحد يدخل في الاذن ديال الله تعالى وتبارك. وسمحوا لنا وليداتنا وتابعونا، مازال ان شاء الله نعطيكم الجديد. لا لا، تحيه للمشاهدين.
هانتوما كتشوفوا اولادي. امين. المكتب اللي كنا نديروه هو هذا. الحمد لله. وكنا كنسدوا لبنياتنا وكنسدوا لعيالات الناس. الحمد لله. وانا حمدا وشاكره الدور كله كعلقه حنا. الحمد لله. وها هما كيسمعوني. هما كنقولش حاجه الكذب. وراه عندي 80 عام تبارك الله. انا دابا وريناكم جيجه اللي كنعسوا ديك المراه احنا حطينا هاد البركه هانتوما شفتوها. الله عمر ربي يكمل الدعوه على خير. امين يا رب. الله عمر ربي يفتح عليكم بيبان خير. امين يا رب. احنا وريناكم وتفرحوا بينا ونفرحوا بكم. الله يفرح قلبكم في هاد العواشة. امين. انتوما وليداتكم. آمين. وليداتنا. امين. وكاع السامعين وكل شيء كيقول امين. امين. في هاد العواشر وهاد لاله شعبانه. امين. تحيه للمشاهدين وتحيه لكم كبيره، تابعونا.